عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ترقى من سماء إلى سماء لترى عظمة صنع السماء، صنع الذي خلق السماء وأتقن كل شيء، ثم ترقى بعقلك وفكرك حتى تصل إلى سدرة المنتهى والبيت المعمور وما يطوف به من الملائكة واللوح والقلم والجنة والنار والعرش والكرسي. ترى ملكا لا أعظم منه، وملكا لا أعظم منه، وخلقا لا أعظم منه. ثم انتقل من عالم الأجساد إلى عالم الأرواح، واستحضر في عقلك جميع الأرواح العدوية والسفلية والبشرية وغير البشرية، كأن الكلام لا يمكن للعقل البشري أن يستوعب. الكلام أرقى من المستوى البشري. دق بعقلك، أنت بعقلك بدل ما تكون عم تفكر بمن حولك تفكر بما لا تعلم ولا ترى. فيمكن لك أن تفكر بما لا تعلم ولا ترى. شو ما شبت تحسن تقول هذا منيح وهذا ما منيح. إن شبت الحسن تجده حسن، وإن شبت غير الحسن تجده حسن. في عالم السماء ما في إلا الحسن. فهل للإنسان مدارك فكرية يستطيع أن يسبح من عالم إلى عالم، أن ترتقي وأنت في الأرض إلى عالم السماء وتبحث ما في عالم السماء من أرواح وإشباح؟ هل تستطيع أيها الإنسان؟ بدنا نجيب مثال. من منكم قادر أن يفكر بصناعة سيارة؟ صنع سيارة من العدم، هل أنت قادر؟ تمشي عن مي. من منكم قادر؟ إن احنا عم نشوف السيارة عم تشتغل، أحيانا عم نفك من ركب، ما عم نعرف شو عم نفك شو عم ركب. فشلو من نعرف الأجزاء، نعرف المحرك، شو القوة اللي عم تخليه يتحرك؟ بدأ المحرك اشتغل على البطارية، بعدين بياخد بنزين، بعدين بيشتغل على البنزين. هيك محرك سيارة
شلون انتقل من قدرة البطارية إلى قدرة البنزين. هذا الانتقال السريع يا ترى في له مخطط، له صور يعرف بها، أو صفات مرت ولا ندري عنها شيء؟ يعني إذا وجد بيناتكم من يعلم أجزاء محرك السيارة، ممكن أن يعلم جزء وليس أجزاء. إذا عرف الكرنك ما بيعرف الميل أكسنتريك. الميل أكسنتريك اسمه بالعربي الشجرة ذات العقد. الكرنك اسمه بالعربي الجزع المعكوف. ولا تستطيع أن تستوعب من هذه الكلمة ما هو الجزع المعكوف. كم عكفة في إيده، كم تقال، عشان إذا قلب الدورة ما يرجع. مرات إذا كانت السيارة الروتار بعد ما بينطفى بيرجع بيقلب لورا، بيرجع بيضبط عياراته ما بيرجع لورا. يعني عبارة عن تضبيط عياراتها. السيارة من أولها لآخرة إذا ما في مين يصلح تضبيط عياراتها ما بتمشي. فبيكون عندك خبرة تضبط عيارات. البنزين إذا زاد بتخنق. إذا نقص بتقصير، بده مقدار وتعطيه بمقدار ما هو بده. أما إذا أخذ زيادة لا أتبع إلا بعيد. أنت معتاد تأكل باليوم 60 لقمة، إذا ساويتهم 65 تتضايق، وزاويتهم 45 تلاقي حالك تحتك جوعان. أنا مشتهي أن أجد إنسان يقلني إنه شبع، شو العلامة حتى شبعت؟ شو شيخ نايف؟ في علامة تثبت إنك أنت شبعت؟ أو هذه الأمور تحكم بالتقدير؟ قد نجد أولاد بيأكل 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 ما بشبع، لأنه ما عنده إدراك ليعلم الشبع. كما أنه بمر على 3 أيام ما بيأكل، ما عنده إدراك ليعلم الجوع. في بشر على المستوى، وهل تخلو؟ وفي بشر بيأكل بقدر، بيشرب بقدر، بينام بقدر. إذا زاد عن وقت نومه ما عاد يحسن ينام، بتقلب الفرشة. يلي عم حدلك هذه المقادير مين؟ في قدرة أكبر من قدرتك وأكبر من عقلك وتفكيرك عم بتفكر وبتعطيك مدى، لمدى بعيد، لتعلم أنك تبدأ الطعام وتنتهي. إذا حطيت الكاسة على تمك بتاخذ كفايتك بقيمة، ما بتشرب مي أكثر من حاجتك. وإذا لقيت حالك مضطر لأكثر بتقيمة، بتاخذ نفس ترجع بتحط الكاسة. هالمقادير
أنا شخصيا ما أعرف لا إلى حل. إذا في حدا منكم عنده حل لهذه المقادير، يقدر كم لعمة لازم تأكل أنت إذا عدت على الأكل. تعرف غنايم؟ تعرف؟ إيه على البركة ما بصير. في ناس بيعدوا اللقم كم لعمة صاروا، وهي اللعمة خلبية، وهي اللعمة يعني جاهزة معباية، يعني إذا مرت الخبز حاب تعتبر لقمة من الطعام، أو إذا ما كانت مليانة لا تعتبر لقمة. إذا لقيت تربة خبزة حطيتها بما هي خلبية، هي ما تحسب تنزل بالحساب شيخ نايف. طيب أنت كإنسان شديد عديد تفكر تسبح بعالم التفكير، هل استطعت أن تفكر كيف يبدأ الجوع وكيف ينتهي؟ كيف يبدأ العطش وكيف ينتهي؟ أحياناً تعطش بس والله ما لقيت مي، إما لقيت سنة شو أنا من عظيم مني، بستنى نص ساعة، بستنى أربع ساعة، بستنى ثلث ربع ساعة، بستنى ساعة، بستنى ساعتين، ما لقيت وميل بشرب ولا بستنى شو شغلة هاي؟ بستنى ما في مي، لا اللي عطشان في عندي كاس مي. كل منكم عايش في هذه الحياة ولكن لا يدري كيف يعيش، ولا يدري من الذي يعطيك الحياة. أنت عم تتحرك، أنت قاعد بشغل بعقلك، لا هي بتصير، لا هي ما بتصير، لا هي أحسن، لا هي أحسن. طيب مين عم يحرك لك عقلك وبيعطيك الأحسن والأصوب والأسوأ؟ في شيء ملموس يعني إنسان بيمسكه بإيده، وهذا اللي بيعطيك العلم وهذا اللي بيعطيك الجهل. في شيء ملموس أبو أحمد ما في. شلون عايشين أنتم بركان؟ ما حدا منكم بيعرف حاله إمتى جاع ولا إمتى شبع. في مقدار للجوع والشبع. أحيانا بيجد إنسان عايش بالأربع وعشرين ساعة على وجبة واحدة، بيجد إنسان عايش على ثلاث وجبات، في إنسان عايش على خمس وجبات. لكن الأفضل أن يكون طعامك منسق بشكل مستمر، مو كل يوم شكل. إذا كل يوم شكل بصير يوم عندك أمساك ويوم عندك أسهال، ما تعب تلاقي حل. وإذا سألت الطبيب، الطبيب يقع في حيرة، بيعطيك دواء للأمساك ودواء للأسهال، خذ مع سلامة. لو سألنا الطبيب ليش والله حيرني، لا عرف عنده أمساك ولا عرف عنده أسهال، بحتدني. وعيد أمساك وعيد أسهال، بأنا استعملها بشان عنده أمساك واستعملها بشان عنده أسهال. الطبيب يقع في حيرة إذا كنت أنت مالك مدرك لما يمر معك بالحياة من لذائذ ومن صعوبات. فإذا ما عرفت أنت تمثل، معناه أنت بتصفى لا علم لك بشيء. إذا ما عندك علم شيء شو بتكون؟ جاهل.
فكيف إذا كنت بما يتعلق بدنياك جاهل كيف تستطيع أن ترقى بعقلك وفكرك حتى تصل إلى السماء إلى سدرة المنتهى؟ كيف لك الوصول؟ هل يمكن أن تصل أو تبقى مكانك تحملي أو تستريحي؟ هذه العلوم اللي كتبها رحمة الله عليه، الله يرحمه برحمته الواسعة، اللي كتب لكم هذه العلوم أدي أشخاص حتى استطاع أن يجمع لكم هذه العلوم. يعني هو ماشي على سطح الأرض طبيعة يجمع هيك علوم. تحسين شيخ نايف، أبو أحمد تحسين، تحسين جيب هالعلوم أنت، ما حنا عمل شيء. طيب مصمودين نحن مشايخ وما بطبيعنا نجمع شيء، وأي رجل عالم إذا أراد أن يجمع هذه الكلمات يعثر عليه، لا يستطيع إلا إذا كان درس الاختصاص وسبح بعلم الاختصاص يمكن أن يصل إلى جزء منها. ترقى بعقلك وفكرك حتى تصل إلى سدرة المنتهى. وين هي سدرة المنتهى؟ موجودة على الأسطوح. شو أبو أحمد؟ وين هي سارة؟ يعني تبعد عنا من هون كم كيلومتر؟ يمكن أكثر من 2 كيلومتر. مو سارة، يعني في 3 كيلومتر. طالب في 3 كيلومتر من هون للسماء أو أكثر؟ أكثر كثير. يعجز على العاد أن يعد أمتار من الأرض إلى السماء، لا يستطيع. فإذا كان من الأرض للسماء لا يستطيع، كيف يستطيع أن يصل إلى السماء وأن يسبح في السماء؟ لكن السباحة بعقلك. أعطيكم صورة. واحد عمره 17 سنة مستعجل طالب عم يدرس، مرات بيسبح بعالم التفكير، إمتى بدي خلص دراسة؟ وإمتى بدي أتجوز؟ وإمتى بدي يصير عندي أولاد؟ وإمتى بدي يصير عندي عمل عيشهم؟ هل يستطيع الولد بعقله أن يصل؟ شلون بدي يجيب الأولاد عيشهم؟ مو ولد صغير، لا 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 لا، كبير. حدا منكم قادر يتجوز ويجيب أولاد ويعيشهم بإرادته وعقله وتفكيره؟ شو شايف المشايخ ما بيعدهو؟ وينكم؟ أرجونا حالكم. أنت يا مسكين أعجز من أن تفكر أنت بكرة الصبح موجود أو غير موجود. بتحسن تفكر؟ لا أدري.
إن أراد لي البقاء أحياني، وإن أراد لي سوى ذلك أخذني لعنده، إذا أخذني لعنده من في رجعني. سؤال عارض، إذا أراد يأخذني أنا هلأ، يأخذني أنا إلى الكرسي ويقول لي تفضل كل هدول في غنى عنك، مين بدافع عني؟ مين منكم بدافع عني؟ ما حدا يعني شوم عليكم، كل الأدانة رخيص عليكم، ما حدا بدافع عني؟ إيه ما حدا بيملك، كلهم بقراء ما بيملكوا شيء. أنت الغني بمالك أو بعقلك أو بماذا؟ إذا قلنا أن فلان غني، غني بإيش؟ قد يكون غني بالمال وفقير بالعلم، قد يكون غني بالعلم وفقير بالمال، ويمكن أن يجمع الله له غنى المال والعلم، يمكن لكن إذا جمع له العلم إلى أين يصل في العلم؟ استطاعوا يصنعوا الطيارة، أول ما صنعوا الطيارة تطير لحالة بزلمة واحد، الزلمة فدائي يطلع بالطيارة وينزلها، كم من فدائي راحوا ما رجعوا، راحوا نموا الطيارة. كتار ولا ألالة اللي راحوا فدائيين، واحد طاير بالطيارة في منطقة جبلية وطى شوية في شجرة عالية، أص الشجرة وراح هو وياها، هو طيار شلون ما شافها، شلون مر على شجرة أصها ما شافها، والطيارة هلي أصلت الشجرة شو صار فيها، نزلت بأرضها هي ومن فيها، واللي فيها راح على آخرة، طلع شعب لحم ما طلع ساغ. أنا ما كنت بس هيك سمعت وعرفت العائلة اللي هو منها شلون، ما حد عرفان شي، أبوه أمه مرته أولاده ما حد عرفان عنه شي، شلون راح شعب ونسب. وانت لما بدهم يحطوك بالقبر، يعني انت اللي حافظوا عليك بيحطوك بالقبر كتلة واحدة، بعد شهرين إذا كشفنا القبر شو نشوف؟ حيايا وحناش وهوام عم تاكل من اللحمات، لكن أنا شفت أن اللي بياكلوا اللحمات شاطرين أكثر من اللحم، ما بيخلوا باللحمات ولا وزكي كأنهم ليب بصب. فتحت قبور شيء انت يا شيخ نايف، شفت العظام شلون نظيفة، مين اللي حبوسها ومنظفها؟ الهوام الموجودة جوا، الحفار بجمع العظام بحطان على جانب بحط الميت الثاني، بعد فترة الثاني كمان بجمع على جانب بحط الثالث والرابع والخامس، القبر كم واحد بساع؟ إذا كل
خمس سنين ست سنين ننزل واحد بسع ملايين. لذلك عم نشوف المقابر ما عم بتزيد، عم بتنقص ما عم بتزيد، وعم تتسع. رحت على البقيع، البقيع صار له أكثر من 200 سنة عم يحط فيه أموات، لحد ألف محلات فاضية. اللي منكم له رغبة يروح لهنيك يستأجر له شي واحد أو يشتري له شي واحد مشترى. ما بتعرف أنت راح تموت هنيك، إذا مت هنيك أمن إنه بيحطوك هنيك، أما إذا ما مت هنيك ترقى بعقلك وفكرك حتى تصل إلى سدرة المنتهى والبيت المعمور وما يطوف به من الملائكة. ممكن أنا أصل لهني، لكن ممكن هلا أحكي لكم شيء عن هني ما بعرف شيء، ما بعرف شيء، بس ناوي بعد ما بموت روح لهنيك اتفرج شوف شو فيه. بس كونوا على يقين، اذا شفت معلومات جديده ما احكيكم اياها ابدا. ولا حدا محكي له لا سرا ولا جارا. يعني المعلومات اللي انا بشوفها هنيك ما عاد احكي لكم عنها بشيء. إذا رحت أبو أحمد ترجعنا شي معلومات ممكن، ليش لا؟ ممكن أجيك بالمنام أقول لك أنا شو شفت، ممكن ما بيجي، ما ممكن. كثير هاللي شافوا الميت بالمنام وحكى لهم شو صار، وأنه نديروا بالكم أنا وصلت أنتوا بكرة لاحقيني. شو زاهر بكرة إذا متت وهم يحطوك ما بتعب أبرك وين؟ شلون عايش في الحياة ما بتعب أبرك وين؟ ما حدا عارف ممكن أبرو وين. قالوا لي إنه أمن أبر بالشام عشان إذا متى تكون أبري مأمن. قلت لهم بركي متت برات الشام، لمين بدأ سوى الأبر؟ كانوا بالعصور الماضية يعمروا قبور يتوقعوا أنهم يسكنوها بعدين رجعوا لبلادهم بسبب القبور فاضية. أنا فتحت عنا بالجامعة هون شي 14 قبر، ما رأيت ولا قبر في شي. لقيت ساحة قبور ولا جنب بعضها بس ما في حواجز بيناتهم، سقف واحد بس ما لقيت ولا زلمه ولا عظمه. عمروا القبور لحالهم لكن ما سكنوها. ويمكن انسان يعمر قبر على اساس بده يسكنه تجي سفره يموت هنيك. القبر يسوى لمين؟ يا اولاد انا اشتريت قبر هون، تعالوا تعرفوا دلكن عليه مشان إذا ما تحطوني بالأبر وأمات برات البلد بيجيبوا لون على الأبر ما بيخدوه هنيك. نعده بيكلف أكثر منه، لا خليه برضو أحسده.
الرقي، يا ترى هل ترقى بعقلك أو بجسدك؟ أنا بكرة بيحطوني بالقبر، لما الجسد هذا، أما العقل يرقى إلى السماء، والقلب والروح يرقى إلى السماء، والأنوار والظلمات ترقى إلى السماء. فإما أن تنير من حولك، وإما أن تظلم من حولك. هذا ممكن عرفان شو بينيك؟ مين منكم واثق بأنه ينير من حوله؟ هذا ممكن عنده يقين بأنه ينير من حوله؟ ما هذا الآن عندي يقين؟ لما عندك يقين انك انت بدك تنزل من القبر، بدك تنزل ولا ما بدك تنزل؟ اذا ما بدك تنزل هذاك بحث اخر، اما اذا بدك تنزل احكي لنا شو فيه هنيك. انا اذا هذا حابب يعرف انا بدي طلع التربة، حفير قبر فاضي، ونزلت سطح بالقبر وعملت تجربة. إذا غطوا عليك يا ترى تبقى صاحي أو بتنام إذا غطوك؟ شو أبو أحمد؟ لا خلقون طالعوني، ما عاد أخذ نفس، هيك يصير جوا. لما بيحطوك بالقبر ما عاد إلك نفس، نفسك انقطع، ما عاد عندك شيء أنت يشعر بالنفس، فأنت صار وجودك جماد. بعد ما الواحد تطلع روحه بيتم متحرك لما جماد. كلكم مستعدين تكونوا جماد؟ قبلنا ما صاروا جماد. قديش في جمادات في القبور؟ بالشام وبرات الشام، بحلب في جمادات في القبور، بحمص على الطريق في جمادات في القبور، كل بلد فيها كفايتها، كله جماد، لكن الجماد للجسد، وستنطلق الجسد ينطلق من الروح أو الروح تنطلق من الجسد، فيعود الجسد اللي بأصله من التراب يعود إلى التراب، والروح التي أصلها من علياء السماء تعود إلى السماء. فكل واحد منكم بكرة إذا مات الجسد حطوه بالقبر، أما الروح تعرض إلى عالم السماء وترقى في السماء، وتجد ما كانت تظنه ظنا صار يقينا. السماء هل هي كالأرض؟ نعم، فيها عوالم مثل الأرض، نعم، لكن هل العوالم صور مثل صورنا نحن؟ احنا منكم يعرف اشغنا صور العوالم بالسماء مثل صورنا؟
في صور إلنا مختلفة، في النحيف، في المعتدل، في البدين، في البدين البدين، كلكم مختلفون، لا يمكن أن نجد إنسان والآخر مثله. كما أننا لو نحن على المسلخ وجبنا 10,000 خروف كلهم يطلعوا نفس الوزن، ولا واحد زين عن واحد، إذا كانوا ولدانين بيوم واحد كلهم بيطلعوا كلهم نفس الوزن، بتلاقي أخين بيمشوا جنب بعضهم، الأخين توأم، واحد سبع الثاني بنص ساعة، بتلاقيهم كأنه أبو ابن، واحد كبير واحد صغير، الأخين من بطن واحد، تلاقي واحد كبير واحد صغير، واحد نزل قبل الثاني بنص ساعة. مرقت معكم هاي بالحياة؟ بيشبهوا بعضهم اثنين، واحد بدين واحد نحيف. البدين ممكن يصير نحيف، والنحيف ممكن يصير بدين. الدنيا تعلم اللعبة، كل إنسان بتبدو من صورة إلى صورة، قد يكون نحيف كثير يعتني بأكله شوية ومصير سمين كثير، صارت ولا ما صارت، وقد يكون سمين يعتني بحاله لا يحاول رجع إلى الوراء صار نحيف، سبق صارت. لكن هل تستطيع بعد ما بتطلع روحك من جسدك أن تعيدها؟ سمين ونحيف تحسن تحكم، أما بعد ما بتطلع روحك من جسدك هل تستطيع إعادتها؟ ممكن تموت وترجع للحياة، الله يرضى عن شيخ أمين قال رجعت الروح من السماء الرابعة، هو شاف أنا ما شفت، على شخص مبطن له عيونه، مبطن له حنكه، مبطن له إيديه، مبطن له رجليه، ميت، أنه انفكوا فكوا فكوا، حكى سمع أن شو جاي على بالك تأكل؟ قال له مجدرة، أنه نسأله مجدرة، طعمه مجدرة، بعد ما مات ربطوا له عيونه وربطوا له حنكه، رجع إلى الحياة، عاش بعد منها 60 سنة، صار اختيار، بعد 60 سنة مات. وشلون مات؟ طلعته سيارة، مات. بعد 60 سنة، فلما هو بده يحييك أهل الدنيا كلهم ما بموتوك، وإذا هو بده يموتك أهل الدنيا كلهم ما بيرجعوك للحياة. لكن أنت بهذه الحياة يجب عليك أن ترقى بعقلك. أعتقد أنا أكثر من 70% بيناتكم
بياكل بشر بيمشي بشهاده. وأندر من نادر نجد الإنسان الذي يفكر في المستقبل. أخي أنت شو بدك تفكر بالمستقبل بالدنيا؟ بكرة أنت ميت، شو بدك بالشغلة الحاجة ورا ظهرك؟ لا، أنا بدي أفكر، بدي أبني بناء ممن ورائي. مكلف تبني أو ما مكلف؟ مكلف تتعلم ولا مالك مكلف؟ وعلمك إلك لذاتك، قد تتعلم علم ما يفيدك في حياتك، لكن تتعلم العلم عشان يفيد من وراءك. الله علمك يا عشان تفيد غيرك، وإذا ما عشان تفيد غيرك عشان ترجي من حولك إنه يا جماعة يلي بيدرس بيتعلم، واللي ما بيدرس ما بيتعلم. حدا بياخد شهادة دكتوراه بعد 70 سنة، ممكن بعد 80، بعد 80 بياخد الدكتوراه. عندهم هذا أمور بديهية، لكن نحن لو سويناها ما حدا بيقول إنه تعجبوا هذا أخذ الدكتوراه بعد 80 سنة. بمعنى يجب عليك أن تتتبع العلم ما حييت. لا تقول أنا مصلحتي لهون وعايش منه وبس. حاول أن تنتقل إلى مرحلة أرقى، ممكن تحسن دخلك، ويمكن دخلك إذا تمعن ما هو يرتاح جسمك. 90% من الناس ما عنده من التفكير أكثر من عبي البطن. وين من الروح بعدين؟ أنا بالبيت مرحاض خربان، من دع الجيران خذونا خذونا طريق ورجع عندكم، لأن المرحاض عنا خربان. دع الجيران ما في حل تاني، الجيران بيضحكوا عليك، ما عم تساوي انت كل الايام. الحداد كل يوم يجي بيشتغل شغله وبيروح بيجي ثاني يوم. الحداد عم يعطلنا. الحداد ما بيعطلك، والله عم يصير معنا بيجي بيشتغل شغله وبيروح ما بيرجع على ثاني يوم. قديش له عندك مصاري؟ إن له يخلي خلص شغله وياخذ. قال عمي مطمطة، لأنه أنت عم تمطمط عليه. راح جاب لك الأغراض اللي راح أقوم جيبته، أعطيها هون أو أنت تخلص شغلتك. ما بعم خلص أنا شيء. أعطيه بيعطيك. وكل إنسان عايش في هذه الحياة الله عم يعطيك شو عم تعطيه. هل تقابل العطاء بعطاء؟ أعطاك العقل، أعطاك الحركة، أعطاك المال، هل تقابل العطاء بعطاء أو تقابل العطاء؟ هذول خبيون على جنب. إذا متنا يعني نلاقيهم قدامنا، نأمن حالنا بعد موت. أنت موت في 50,000 واحد بياخذوك بدفنوك. سبت واحد مات ما تعمل دفنه فيه. فأنت دبر حالك وما عليك من غيرك. وإذا متت في مين ياخذك ويصرفك؟ كل أهل الخير بيردوا وراك، بيغسلوك بكفنوك بياخذوك بدفنوك. الحياة اللي أنتوا عايشينها مؤقتة، يعني عايشين ساعات
بعد ساعات الآخرة شفتوا مين اللي ما تعب الكون؟ أنا سالم غنام بعرف أبوه، كان ينزل على سوق الهال الصبح، ساعته عم ينزل على سوق الهال. كم سنة لما طلع؟ صاروا 40 سنة ما عم ينزل على سوق الهال. وينه؟ أنا ما عم شوفه. شو دفنتوه بالعرض؟ يا عيب الشوم عليكم، أبوك دفنته بالتراب، وأنا أبي دفنته بالتراب، وأمي دفنته بالتراب. مو عيب علي دفنه بالتراب؟ وين بالحطة؟ مين منكم بتحمل أمه ميتة خليه قدامه شي شهر زمان؟ ما عندنا 4 أصبعته. أبوك يلي عم بيعطيك مصاري إذا مات تحسن تحطه عندك برشتك شي جمع زمان. شو شايف؟ ما حدا 4 أصبعته. أحمد تحطه لأبوك عندك؟ متى اجى الامر؟ ما بتدعي نحطه بالقبر مشان ريحه وارتاح، لانه اذا كان بقي عندي بالبيت وفاض طلع انا واحد هلي بطنه لبرا، الحاره كلها اذا بتضج، البنايه كلها اذا بتضج. فكر أيها الإنسان أنك غدا ستفيض روحك من جسدك وتعود إلى خالقها، وأنت جثة هاملة يلي بيحبوك ما بسدوا إمتى يقبروك. لا تنغر بهالحياة من الباب للمحراب، وكلكم بكرة ستدفنوا بالتراب. أنا ما بعرف بنزل بالتراب. الله يرضى عن شيخنا، حكى لنا عن الموت بالدرس. أم قال لي شيخ رمضان أنت ما بالك موت ولا لا؟ قال لي بيصير تمثيل، أنا ما بدي موت. قال بيجي سيدنا عزرائيل بخطوك خطف، ثلاثيني ما بيحزن، أنا على يقين. سيدنا عزرائيل ما بصير يقرب علي، لأن الثمان مضيت ورائي من فوق، بس للمضى الوراء من فوق هو وغيره ما له فرق. لكن إذا ما مضيت من فوق ما بيحسن ده هو ولا غيره. قال لي شيخ رمضان لا تكون عم تذاكره مذاكرها، بيجي بخطوة خطب الثلاثي لي ما بيحسن. شو هاليقين اللي كان عندي أنا؟ أنا كان عمري 18-19 سنة، سيدنا عزرائيل ما بيحسن ياخذني، لأنه ما إجا الفرمان من فوق، ولا إلا ما كان يأخذني. فرمان من فوق ما مضى، بدأ توقيع. اليوم بعصرنا يمكن ما حدا بيعادلني بالسن. مر عليكم حدا بهالسن؟ صاروا 107 وأنا عم سنة 120. والله ما بعرف شيء، قد تكون الليلة. وكل منا يفكر أنك غدا أنت ميت. دبر حالك شو بالأموال اللي بين إيديك، لمين بدك تسلمها لأيادي أمينة تعرف تتصرف فيها؟
أولادي ظهر نمين بسمي معي عصير مرتك مرتي بقدر تأخذ الأموال والعجوازي ما بصير عن الأولاد كلهم بصير لن ما بصير أبو عمار يعني يمين بعطيون لذلك أنا بنصحك لا تخلي حالك فيه وتدي بموت الله بدبر يعني حق الأبر للتأمان والكفان مكتب دفن الموتى بيتأمنوا لا تخاف أنت موت وما عليك لا يكون هذا همك فليكن همك واهتمامك أبدا لا يفيد القضاء تحتم فالزم السكون ما هيك يا سالم ما كنت غنينا أنت هيك الغضاء تحتم فالزم السكون همك واهتمامك أبدا لا يفيد القضاء تحتم فالزم السكون القضاء تحتم انتهى وقت الدرس ما عاد في وقت الدرس انتهى الوقت المنح له هلا زايد لذلك انا راح بخلي لكم مين يقرا لكم الختم وبركه الختم الله يرضى عن شيخنا قال ابني بركه الختم تعادل قوه 70 مرشد كتاب بيناتكم متى بدا الختم بيهروا ما عم يضيعوا على حال ما لا يدركون ولو كانوا يدركون قوة الختم بقوة 70 مرشد ما تخلوا عنها لكن ما عندهم هذا الإدراك يلي ما عندهم إدراك حر أما اللي عندهم إدراك أنا منصحه لا يضيع من الختم ولا كلمة من البداية إلى النهاية وما بتعرف ببركة الختم أي لحظة من اللحظات بياخذك لعنده بقراءة الختم أو بعد الختم ببركة قراءة الختم الله بياخذك لعنده بأحلى ساعة أنت فيها وإذا كانت تهون بقراءة الختم قد ياخذك بساعة وأنت غضبان طالع خلقك ما عارف شو عم ترتر تجيك سكتة خلبية تروح بيها وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم تقبل من هذه التهليلة المباركة وصلها وما إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت بسببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم رحمهم الله آنسهم الله ولهم الله الجنة اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم ولقيهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأماتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي
فوزي ورشادي.